مع بدايه تطبيق هذا القانون هنقدر نقول ان هو لما اي حد يجي يسجل او يقدم بيتم البت في طلبه ما بين 30 يوم ل 37 يوم. لو رجعنا قبل تطبيق هذا القانون هنلاقي ان كان بيتطلب وقت ما بين من سنه لاثنين وثلاثه. طبعا ده في تطبيق هذا القانون في اطار يعني الحوكمة الرقمية في الاستراتيجية الوطنية المصرية 2030. هنلاقي ان هنقدر نستفيد من هذا القانون سواء للأفراد أو للدولة. بداية للأفراد ان انت طبعا حقوق الملكية العقارية يتم تسجيلها، تسهيل المعاملات العقارية، الحفاظ على أراضي الدولة، حفاظ على أرض الفضاء، العمارات، الشقق. طبعا كل الكلام ده نتكلم طبعا ان ما بين اعداد مأموريات الشهر العقاري في الجمهورية 213 مأمورية. السنة اللي فاتت تم تسجيل حوالي 28 ألف طلب أو فوق 28 ألف طلب. نقدر نقول الرقم ده شام يعني في حدود الشهر هنقدر يتسجل بسبب الحوكمة وان انت التسهيل. انت تقدر تيجي زي ما هو الصورة هنا واضحة، الناس تقدر تيجي بكل سهولة بكل تنظيم، بيجي يقدم الطلب بتاعه. طيب خالد، هل التكلفة فيما سبق واحنا بنتكلم على تسجيل الملكية كانت بتكلف اكتر من دلوقتي؟ لو حتى اتكلمنا في الشق المادي اللي ممكن يتكلفه المواطن اللي هو بيسجل العقار في الشهر العقاري، هل ماديا الدنيا فرقت؟ هل زادت؟ هل قلت؟ بداية البت في تسليم الطلب بداية من مبلغ 500 جنيه وأقصى حد هو 3900 جنيه. فده طبعا بيعكس سهولة وتيسير في إجراءات المعاملات سواء لكبار السن، الأجانب، المصريين. احنا كنا بنتكلم ان في عدد يعني مأموريات شهر عقاري 213 ده. كمان هنتكلم عن الموظفين، ان انت دلوقتي بترفع كفاءة الموظفين الموجودين في الحوكمة الرقمية، ان انت دلوقتي بتستغل وبتستخدم احدث التقنيات التكنولوجية، ان انت دلوقتي في اطار الحوكمة الرقمية بتحفظ كافة قاعدة البيانات. ده هيسهل للمواطن، هيسهل الدولة في الاستثمارات الأجنبية اللي بتيجي، ان انت مجرد في شهر تقدر تسجل. ممكن انت للشركات او الافراد من بيتك تدخل على الموقع الالكتروني، مجرد كل المطلوب هو البطاقة بجانب وصل كهرباء، وصل نور، يعني في سهولة. ولكن في حال وجود اي حالة تزوير هنا بقى المشكلة، نقدر نقول ان هيتم العقاب بسنة سجن، وده أقل مدة، بجانب 50,000 جنيه غرامة. وده بيعكس أهمية الحوكمة الرقمية، ان انت من الصعب ان انت تزور، لكن كان في الأول بتدخل في مراحل من القضاء وعزوف الناس ومشاكل ممكن توصل من سنة لعشر أعوام. والنهاردة طبعا يعني بنتكلم ان ما بين 213 مأمورية شهر عقاري كلهم على نغمة واحدة باستخدام سيستم، باستخدام النظام. ده طبعا هيؤدي لتسهيل الأمور للمواطنين، بيجي بيقدم بطاقته وبعد كده بيبقى واقف في الشباك زي ما هو واضح، الموظف المختص بيجي بيتابع معاه بيقول له ايه هو المطلوب بالظبط، وفي حال الطلب في خلال شهر، ممكن زيادة عن شهر بيبقى في حالة تظلم، الموضوع بياخد حوالي أسبوع بحد أقصى. احنا لو بنقارن في الفترة الزمنية بنتكلم من سنة واثنين وثلاثة لغاية دلوقتي ان الأمور كلها بتخلص وفي شهر واحد، بالأكيد طبعا الإفادة لكل المواطنين والمواطن. وأيضا من خلال التكنولوجيا ومن خلال الموقع الإلكتروني، ان انت من بيتك تقدر تسجل كافة البيانات، مجرد بالسكانر تحط البطاقة، وصل الكهرباء، وصل المية. ده بالتأكيد بينقل، نقدر نقول انها نقلة نوعية، وبالتأكيد هتكون دافع مهم جدا ان احنا كل المواطنين هيقدروا يسجلوا بكل أريحية.